بروتوكول تعاون بين مكتبة اسكندرية وأسرة الدكتور طه حسين، ورحت استلمنا مجموعة الأوراق، مجموعة أوراق كبيرة جدا من الدكتور طه حسين من أستاذة مها، عشان نعمل بيها ثلاث حاجات. هنبقى نضيف الوثائق كلها على ذاكرة مصر المعاصرة، بالإضافة لمجموعة الاحتفالات النهاردة لذكرى الوفاة، بالإضافة نبقى فيه كتالوج عن عميد الأدب العربي توثيق رحلات، هيبقى فيه برضو جزء من الوثائق اللي معرضناش النهاردة في المعرض. الاحتفالية النهاردة كانت بدأت بكلمة الدكتورة مها عون، وهنا المعرض اللي احنا فيه دلوقتي ده كان عرضنا مجموعة كبيرة جدا من وثائق الدكتور طه حسين. احنا استلمنا مجموعة كبيرة جدا منها تلغرافات، كراسات خاصة بالمؤلفات، المراسلات الشخصية للدكتور طه حسين من أدباء عصره، توفيق الحكيم، النحاس، يوسف السباعي، أحمد أمين، يحيى حقي، سورة قلماوي، مجموعة كبيرة جدا من الأدباء. النهاردة حاولنا نعرض جزء من الوثائق، عرضنا جزء خاص بالوثائق الشخصية بتاع الدكتور طه حسين، تعييناته في كلية آداب، في المجمع، في الوظائف بتاعته. عرضنا مجموعة من الصور الفوتوغرافية للدكتور طه حسين مع أسرته أو مع في مناسبات مختلفة. في مجموعة من مسودات طه حسين، الوثائق اللي كانت بترسل موقعة من الدكتور طه حسين. في بعض الوثائق اللي كان الدكتور طه حسين بيرسلها لأولاده واللي بيعبر فيها عن مدى حبه وشوقه لأولاده. في مجموعة وثائق عن القصايد والخطابات الإعجاب اللي كان بيرسلها تلامذته أو شخصيات عادية لمدح الدكتور طه حسين، على رأسهم طبعا قصيدة الشيخ الشعراوي وقصيدة إبراهيم ناجي وقصايد تانية. في برضو مجموعة الوثائق اللي بتهاجم الدكتور طه حسين، واحنا عرضناها عشان بس نعرف الناس ان الدكتور طه حسين وأسرته كانوا حتى بيحتفظوا بالوثائق اللي فيها تطول عن الدكتور طه حسين، يعني ان هو كان انسان بيقبل النقد حتى لو كان بشكل غير لائق، فهو كان بيحتفظ بكل المجموعة، يعني كان حد مصالح مع نفسه، فمش فارق معاه يحتفظ حتى لو حد مش هيقطعه مثلا زي كتير من الادباء بيعملوا. في برضو مجموعه خطابات تضامن مع الدكتور طه حسين، يعني احنا حاطين الناس اللي بتعارضه وبتهاجمه، حاطين برضو الناس تضامن معاه، وفي نفس الحاله ان هو لما انفصل عن كليه الاداب وتخلى عن منصب العميد. في مجموعه كلمات ومقالات الدكتور طه حسين في الشخصيه في المناسبات المختلفة. في كلمة الدكتور طه حسين في تأبين أحمد السيد محمد حسن الهيكل، في كلمته في تكريم نجيب الهلالي وزير المعارف، في خطبة الدكتور طه حسين بعنوان السحر الحلال دي في تكريمه في اتحاد الجامعات، في جواز السفر الخاص بالدكتور طه حسين، في بطاقة المؤتمر الوطني للقوى الشعبية الخاص بالدكتور طه حسين، في وثائق الناس بتتبرع يعني عايز تتبرع بعنيها للدكتور طه حسين. في بقى شويه في نوادر، في احنا عارضين يعني اول صفحتين من كتاب دنيا القران، الكتاب ده لم يطبع للدكتور طه حسين. في فصل لازم يسمع